اخي بالنسبه للسؤال هنا اخونا جلال من اخواننا الشباب اللي بمجلس عمر مسؤولين الان، بعد تعرف هو شغلته ممرض. فبقول انه في احيانا بكون ناس صايمين بعطوهم بنش يعني بغيب نص الساعه تقريبا، ثلث ساعه وبعدين بعد يصحى وربع ساعه، العمليات بسيطه حب دم شيء كذا هيك. فبقول هذا الشيء بفطر؟ ما بفطر اذا ما ادخلوا من فمه شيء من شراب او ما شابه ذلك. كانت العمليه خارجيه ما بتفطر. ايوه يعني الابره بتكون خارجيه تبعت البنج. اي نعم. وكل شيء خارجي ما لهش علاقه بشيء بالفم. اي نعم. علاج او. اي نعم. اما هذه قطعا انا سمعت منك مره على الجوز وغيره وغيراته ما بفطر. اي نعم. الا اذا كان للتغذيه. هذه التغذيه. اي نعم. طيب نفس الشيء كمان. طب هم مضطرين يحطوا له التغذيه هذا الجوز اذا كان عملوا له؟ مش تغذيه، مش قبل فم. ايه؟ بلاش لا جلوكوز لا تغذيه ولا من الفم. بس فقدان الوعي. بس شيخ فقدان الوعي. ايه ما بضر. ما بضر. ظل على صيامه. اي نعم. طيب شيخ جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. الله يعافيك. إبراهيم الصرا، طرف زيارتكم في البيت، طرف محمود الخضري. اهلا بك. والله في سلام من الاخوان في ابو ظبي يعني وصوني اسلم عليك، وهذا سؤال بسيط يعني. تفضل.